السلام عليكم. دائما في برنامج تراث ومعمار المغربي المسقط البرتغالية بالمدينة الجديدة تحتضن مدينة الجديدة مواقع تاريخية تستحق الزيارة، مزاقان قديمة تشهد على بعض آثار البرتغال والتي تتجلى في هذه المسقط البرتغالي الرائع. وقد قيل أن هذه التحفة الواقعة في وسط الحي البرتغالي بالجديدة قد استخدمت في العهد البرتغالي كغرفة أسلحة قبل أن تتحول إلى سريش. تم اكتشاف هذه المسقات عن طريق الصدفة في عام 1916. يسود جو شاعر وغامض بداخل السريش الذي ينبثق منه ظل الأعمدة التي تدعمها. إذا كنت مهتما بهذا الموقع التاريخي، اغتنم الفرصة للتنزه في أزقة المدينة التي تسحر زوارها بجمالها. بالصحة والراحة.